قرارات وزير التربية والتعليم مش موزونة بالمرة، يعني خليه يراجع القرارات. احنا شايف كل اعتصام بنعتصمه قاعد يطلع قرار جديد، يعني احنا شو عاملين له؟ يعني ها يعني ندرس نتعب طول السنة واخر اشي ما يعني فيش فايدة، يعني اي انا اروح دفعت مصاري كل اشي، وبامتحان الرياضيات ما يعني ما شفتش اشي انه اعرف انه في فكرة جديدة في الامتحان، يعني ما عرفتش احل. وانا يعني بطالب منه انه يراجع قراراته، وشغلة العشرة ايام هاي ينساها، شغلة انه صيفية لن تتعدى عن 10 ايام هاي ينساها. والمطلب الثاني انه يرجع يصيغ الاسئلة، احنا الانجليزي بتضع دائرة ورسمين، كيف لو انه مش بتضع دائرة؟ يعني انا اجتني اسئلة في امتحان الانجليزي ما عرفتش يعني اصيغها، يعني ما عرفتش بالمرة شو هي الاسئلة، هاي اول مرة تجيني بحياتي. يعني هذا الشيء حرام، والله حرام، رفع رسوم الجامعات. هذا يعني هذا قرار خطير. يعني قرار خطير، بس هذا قرار يعني انه خطير، يعني خليه يرجع فيه احسن، يعني يرجع يوازن قراراته واحنا معه، يعني احنا معه. خلص النتائج راح تطلع هي على كل حال، بس احنا الفصل الثاني سهلنا اياها وبدناش منه شيء، بس والله يسامحه. اول شيء احنا اليوم كنا مجمعين حالنا من قبل بفتره، يعني فاتفقنا على اللي صار بالفصل الاول انه الغوا اول شيء الضع دائره، صعبوا الامتحانات، والناس تحكي لك ما صعبوا، هم غيروا صيغه الاسئله.